وصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوزيع المساعدات العينية على المواطنين بالمناطق الأكثر احتياجا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك. استمرارا للدور الفاعل الذي تقوم به وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، واصلت الوزارة فعاليات مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لتوزيع بوات تحتوي سلع غذائية متنوعة على المواطنين بالمناطق الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا بجميع المحافظات، وذلك تزامنا مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. احنا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو دايما مدعمنا ودايما واقف معانا وعامل لنا دايما مبادرات، ربنا يكرمه ويعزه، دايما واقف جنب الشعب المصري في كل المناسبات. يا رب نحفظ مصر ورئيس مصر وناس مصر وشعب مصر كلها يا رب، ويقعد عليهم الايام بخير. كل سنه وهو طيب، وربنا يخليه لنا ويخلي لنا الشرطه ويخلي لنا الجيش وتحيا مصر. واللي في عز المحنة تحدى وقالها تعدي وعلى الصوت. ربنا يخليك يا سعادة الرئيس، واحنا ما تحرمش منكم يا رب، وكل سنة وحضراتكم طيبين. أنا بشكر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، كبرنا عامل لنا الكوبر دوت، ربنا يخليه لنا ويعمل إنجازات جامدة أوي في مصر. وجهت الوزارة مأموريات للمحافظات المختلفة استقبلها المواطنون بترحاب كبير، وسط إشادة بالجهود التي تبذلها وزارة الداخلية لتوفير مظلة من الحماية الاجتماعية للمواطنين وتقديم الدعم لهم في كافة المناسبات وعلى مدار العام. المبادرة دي الصراحة هي جت في وقتها، يعني الصراحة على دخول شهر رمضان الكريم، وربنا يخليك يا ريس على المبادرة الجميلة دي والمبادرات اللي بتعملها كلها. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار، مصر دي أحلى. شكرا يا ريس، ربنا يخليك لينا وكل سنة حضرتك طيب. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. الألف ألف شكر، سنة طيبة يا رئيس، ربنا يخليك لنا رئيس عمار يا مصر. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار. حرصت المأموريات التي وجهتها وزارة الداخلية على إيصال المساعدات إلى مستحقيها في كل مكان على أرض الوطن، فقد توجهت إلى المنازل وأماكن العمل فضلا عن الشوادر التي أقامتها لتوزيع هذه المساعدات. نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة كلنا واحد وعلى المشروعات القومية الكتيرة اللي بيعملها لنا، وان هو فاكرنا للشعب في رمضان. والف شكر يا ريس على الحياة الكريمة اللي انت بتعملها لنا والمشاريع اللي انت بتعملها لنا على طول، ودايما فاكرنا على طول في الخير، وكل سنة وحضرتك انت طيب. شاكرين يا ريس على اللي انت بتعمله لنا وعلى المشاريع اللي انت بتعملها لنا. رجالة ولا ترجالة، ايد تحمي وايد شغالة، مصر وراسه لفوق مرفوع وسط النار بيفوق. ألف شكر على هديتكم، وهدية مقبولة وانتم نورتونا، وألف شكر لوزارة الداخلية وسيادة الرئيس. وعمر يا مصر عمار يا كبيرة باستمرار، مصر دي أحلى بلد في الدنيا. بشكر ضباط وزارة الداخلية طبعا انهم وصلونا في الاماكن دي، محافظة كفر الشيخ، ويا رب دايما يكونوا مستمرين في الحاجات دي. مبسوطة ان هم بيفتكرونا وبيفتكروا اولادنا في مبادرات زي مبادرة كلنا واحد. بشكر سيادة الرئيس ان هو فاكرنا في جميع المناسبات، ودي مش اول مرة ان هو يعملها معانا. مصر تملي بتفتح بابها للي قريب واللي بعيد، والكل اللي بجد حبيبها دايما مصر تمد الايد. بشكر سيادة الرئيس وعامل لنا خدمات يامي، وكل سنة وحضرته طيب. ليك بمناسبة الشهر الكريم. ربنا يخلينا سيادة الرئيس، ربنا ما يحرمناش منه يا رب، دايما فاكرنا على طول. كل سنة وانت طيب وحضرتك طيب. طول عمر الشعب ده ايد واحدة.
بفتح الباب لقيت الساده الضباط جايين وجايبين هديه راس لحد باب البيت. فاحنا بنشكرهم على تعبهم ومشيهم، بنشكر سياده الريس وربنا يخليه لنا، وفي اي مناسبه بيفتكرونا برضه. ربنا يخليك لينا يا رب رئيس، يا رب يخليك لينا في البحر الأحمر مبسوطة، وشكرا على مساعداتك لينا يا رئيس. مبادرة دي للجميع، وبنشكر وزارة الداخلية إنها بتدخل كل الناس، بتقول لكل الناس إن الناس كلها على راسي، مفيش حد وحد لا. شكرين يا سيادة الرئيس السيسي، والمبادرة بتساعدنا في البيت وبتوفر لنا كل حاجة. واللي في عز المحنة تحدى وقالها تعدي وعلى الصوت، رجالة ولاد رجالة ايد تحمي وايد شغالة، مصر وراسه الفوق مرفوع. كل سنة وانت طيب. ربنا يبارك لنا فيكم في الرئاسة وفي الرئيس الجمهورية وفي الدنيا كلها. امين يا رب. وربنا يقدركم على اللي انتوا فيه ويساعدكم على اللي انتوا فيه. طول عمر الشعب ده ايد واحدة والفي البط واليوم الدين. ده كفاية انكم دايين والله، ده دخلتكم دي بالدنيا كلها. يا حاج اقول له للرئيس عبد الفتاح السيسي شكرا اللي هو فاكرنا، ربنا يخلونا يا رب. لا شك ان وزارة الداخلية تضع في مقدمة اولوياتها دعم ومساندة المواطنين وتخفيف الاعباء عنهم من منطلق مسؤولياتها الاجتماعية، فالامن رسالة انسانية تهدف الى تحقيق الاستقرار ودعم المواطنين إنسانيا واجتماعيا. كل سنة وانتم طيبين، وربنا يخلي لنا الرئيس ويخلي المبادرة وهو بيجيب لنا البحر الأحمر، وربنا يديله الصحة ويخلي للشعب يا رب. ربنا يخلي الرئيس لينا على المبادرة دي وحاسس بينا